قل هل من نصائح لاحتراف صفحات الهبوط أي برامج جديدة أخذ الكثير من الأوقات لإنشائهم؟ صفحات الهبوط بتنشئ صفحة الهبوط في مش عاوز أبالغ لو قلت لك 3 4 دقايق 5 دقايق بتكون الصفحة جاهزة، لأنك كده كده بتبنيها على أداة. الأداة دي بتديك القالب ثابت، يعني القالب بيكون جاهز اللي هو تحت أسماء الصفحات القانونية، أو نمشيها من فوق كده بيكون لوجو وبعدين احصل على كذا 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 كذا، ضع ايميلك هنا للحصول على هذه الهديه، وبعدين الفورم بتاع الايميل، وبعدين مثلا الصفحات القانونيه تحت بتكون جاهزه. انت بتدخلي تروحي معدله اللوجو وحاطه ومعدله مغيره العنوان وربط الفورم بمنصه الاوتو ريسبوندر بتاعتك التسويق عبر البريد، وبس الاوبتن بيج عملتيها. اما لو كانت سيلز بيج يعني صفحه بيع برضه بيكون القالب ثابت وبتدخلي برضه بتعدلي عليه، فالموضوع لا مش بياخد الكتير من الوقت وهياخد منك ساعه. زمان كانت الناس بتبني الصفحات من الالف للياء، لكن دلوقتي لان بقى في منصات كتير وكلهم بينافسوا بعض فاصبح الموضوع سهل، واصبح المنصات بتقدم مزايا كتير جدا عشان تجذب الناس ليها، فاصبح المنصات بتقدم حاجه اسمها اللي هي القوالب المعده مسبقا، بيكون هو عامل لك قالب كامل لصفحه بيع مثلا لمنتج تخسيس. طب انت مش هتشتغلي على منتج تخسيس، هتشتغلي على منتج في اليوجا مثلا، فبتشيلي صوره المنتج ده تحطي صوره المنتج الثاني، تشيلي الكلام ده تحطي كلام المنتج الثاني، في خلال كام دقيقه هوب اصبحت الصفحه جاهزه عندك، فالموضوع اصبح سهل جدا. ادوات بدائل للصفحات زي ليد بيجز، كليك فانلز، بس كليك فانلز غاليه ما انصحش بيها المبتدئين بصراحه. في سيستم دوت اي او، في ودي بتتيح لك تبني صفحه مجانيه، فيها خطه مجانيه وممكن تكتبي انت مثلا هاو تو بيلد، يعني بس بحسب بالانجلش هاو تو بيلد لاندنج بيج، ازاي تبني لاندنج بيج فور فري بشكل مجاني. اكيد هيطلع لك منصات برضو بتقدم هذه الخدمه، بالذات لو انت هيبقى ليكي صفحه واحده او صفحتين ممكن المنصه تديكي خطه مجانيه، بس لو عاوزه مع الوقت يبقى عندك بقى 20 30 صفحه، ودي حاجه مش هتحتاجيها في البدايه، يقول لك رقي الى يعني خطه مدفوعه.